السنة دي شاب. الاسم احمد علي، تمام، السن 22 مش قوي سنة. يعني. انا انا عامل اللي احلامي كبيرة واللي موقفني قلة الفلوس. انا لا عارف املك القرش ولا عارف اخلق الحلم. ساعات بتمنى السيطرة على كل اللي حواليا والغي حاجات زي الوقت، المكان، الناس، كل حاجة من غير لون. واقف على أرضية بيضة ورايا خلفية بيضة، وامشي ولو لنص ساعة من غير تشويش. حياتي كلها تتلخص في اني ما بكملش حاجة لاخرها، ما بوصلش لنهاية الحكاية. بقيت بتحمس جدا ان اشوف مجرد فكرة عندي ازاي بالتدريج وواحدة واحدة بتبني قدامها 100 صور، وبقيت بضحك وبقيت عادي. انت مش مصري؟ مبسوط عندنا؟ لو حكيت اني مبسوط شو راح يفرق معك؟ ولو قلت اني مش مبسوط شو راح يفرق معك برضو؟ الوحيد اللي ممكن تفرق معاه الإجابة أنا بس. بس في الحقيقة أنا غريب، يمكن ألاقي اللي ممكن ياخدني لمكان مختلف، والمكان المختلف بشو راح يفرق؟ نانسي حبيبتي عاملة ايه؟ تمام، وحشتني. عامل ايه؟ أنا لو قلت له مش مبسوطة وعايز أرجع هيقول عليا ضعيفة؟ تمام، هيقول بتدلع؟ المفروض المكان مش غريب والناس مش غريبة، بس أنا مش حاسة. سلمني عليه. أنا مش بتدلع. قولي لي عمتك نادية. أنا طلعت مني واحدة تانية وقالوا لي لازم تعيشي بيها. لو فضلت زي ما أنا كده، أنا متخيلة هكون إنسانة عاملة إزاي بعد 10 سنين. أنا مش بعمل حاجة في حياتي، حقيقي مش بعمل حاجة. أنا خايفة طول الوقت، خايفة أتكلم، خايفة أقرب. أنا عارف إمكانياتي كويس، بس يمكن الناس لسه ما تعرفش. يمكن في يوم ألاقي حدا مختلف مش هحس معاه بنفس الأشياء المربوطة في المكان. بابا، أنا بحاول أكون كويس، بس إنك تحاول ده صعب. بس هفضل أدور وسط الفشل على النجاح. أنا عارف إن الخوف وهم، بس أنا مهوم الخوف. مهما حصل ومهما هيحصل أنا مش هفضل كده. Is this the better way to spend the day? Keeping the winter at bay. What were the words I meant to say? مكاني يا كلاني، مكان قذر جدا. هو انت ناوي عادتنا كلها تبقى هنا ولا ايه؟ في يا جدعان انتوا مقفلينها كده ليه؟ مكان منك للسما. والله هي فكرة حلوة وموفرة بدل قعدة القهاوي، بس في الشتا هنعمل ايه بقى؟ عملت ايه في حوار شغلك معاه؟ عادي زي كل مرة، نسبة الهبل مقدمة وسيب رقم تليفونك وهنرجع نكلمك. صحيح يا كلاني، انت عملت ايه في الهدوم اللي مركونة عندك؟ انا شفت لها صفر. هتعمل بيها ايه؟ في فكرة في راسي كده بقى، انت كده كده مش بتعمل بيهم حاجة. ما تديهم له. صحيح يا كلاني، مش خسرانين حاجة وممكن يجيب لنا بيهم فلوس. اخوك يسر يا ابني بيتكلمني ليه؟ الو، ماشي يا عم حماده، خدهم ورينا هتعمل ايه. ماشي يا عم. الجو هنا لطيف جدا على فكره. جدا. انا جعان يا جدعان، النهارده كان يوم طويل جدا. ايوه مش رايق، قلت لك مش رايق. ماشي يا جماعه، شويه كده وانزل احط لكم العشاء فيها كمان. مفيش حاجه، شكلك في الشغل بس. ما تيجي نطلع البلاي ستيشن ونلعب بيه. بقول لك يا زيه، احنا هنعمل ايه في موضوع الكهرباء ده؟ هنتصرف. بقول لكم ايه؟ ما تيجوا نعمل المكان ده نادي. نادي؟ نادي ايه؟ طب والله فكرة. يا نادي، يا مد اللي طردتنا من هنا. يا ابني استوح، ايه اللي عايزين تقعدوا فيه ده؟ هو كازينو؟ كازينو ايه بس؟ بقول لك نادي، وبعدين انت فاكرانا هنطلع فوق نعمل ايه؟ احنا محتاجين بس شويه طاوله نظيفه. سطوح ايه يا ابني اللي عايزين تقعدوا فيه؟ انت عايزين الناس تقول علينا ايه؟ طنط. لا يعني لا يا رام، انت عايزين الناس تقول علينا ايه؟ ما احنا هنقنعهم. شويه شباب كده طالعين تتمسخروا. ما احنا هنقنعهم، اللي عايز يشترك معانا يشترك، واللي مش عايز يشترك مش هنعمل له دوشه. لا يعني لا يا رامي، هتلاقي ناس كتيره معترضه، واعتبرني انا اول واحده معترضه. طب نروح فين يعني؟ اي مكان تاني، مش عايز اسمع انكم طلعتوا فوق السطح ده. لا 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 لا، ما ينفعش، ما ينفعش نهائي. عشان العيال تعرف تذاكر. دوشة وصداع، يعني مش عارفة.
عشان خاطر يا عمته، دي اول مره اطلب منك حاجه. هما متضايقين ومحتاجين مشروع اليوم سوا. حتى لو انا موافقه بقيت الناس مش هتوافق. وافق انت بس وسيبي باقي الناس عليا. اوعى تكوني ناويه نازله تكلميهم ولا حاجه، هيقولوا عليكي ايه ولا ايه يا مروه؟ طب والله فكره بيت. خلاص مش انت موافقه؟ موافقه موافقه. خلاص بقى يلا بينا. بابا هما قالوش ان هما بس رح يطلعوا يقعدوا فوق، هو كل ما في الامر اي حد عايز يطلع معاهم يطلع. والله الموضوع مش نسبه وفلوس، انا كان قصدي ماشي 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 على البركه، بس تطلعوني معاكوا لو عملتوا حاجات حلوه. طب والله انا عظيمه، انا اقنعتهم كلهم حتى باباك. انا اللي اقنعت، انت ما عملتيش اي حاجه. لا بجد اصلا كلهم راضوا عشان انا اللي معاكي. ايوه ايوه حصل. لو كنت فاكره انك عشان اقنعت الناس هتطلعي تحتلي المكان ده كمان تبقي بتحلمي. انا ممكن اطلع في اي وقت ومش محتاج اذن من حد. يا جماعه انا ممكن اجيب شويه كراسي من البيت وشويه حاجات كده احطها هنا. طب وبالليله كده اللي محتاجين نقول ايه؟ هبقى اجيب الاضاءه بتاعت التصوير بتاعتي. انا عارف انك بتلعب مزيكا، ممكن اقول لهم يجوا يعملوا حفلات هنا ويساعدوني. حلو ده، بس بالحمايه اكيد الجيران هيشتكوا من الصوت. ليه؟ ما هي نانسي اتفقت معاهم هيعملوا الفلوس كلها اول شهر. ايه بجد والله؟ اه تعالوا يا جماعه. انا عندي فكره بس مش عايز ضحك. ايه؟ احنا ممكن نعمل اوبن داي بس اكل. اكل يا جمال؟ يعني هنعمل الاكل فين؟ ما ينفعش. مش هنعمل الاكل، هو هيبقى حاجه اوبن بوفيه، مش مطبخ. احنا ممكن نستفيد من الحيطه دي، ممكن نجيب بروجيكتور ونعرض عليه افلام، بس هتبقى اهدى من الاغاني. هتبقى جنب الباب قوي يعني. عادي، مش عارف. وممكن نجيب كتب ونعمل هنا مكتب. المهم نبدا وما يبقاش كلام وخلاص. عايز ايه بقى؟ ايه وحشتيني. حرام توحشيني يعني؟ هو الحرام انك تجيبني المسافه دي كلها ويكون كل الموضوع وحشتيني. سبوبه لعبه مضمونه، الجنيه فيها داخل طلع باربعه، ولعلمك الموضوع في السكرت، واللي بيعرف بيكلم حبايبه. وانا حبايبك بقى مش كده؟ بالظبط، اديكي قلتيها، انتي حبايبي يعني حد واحد. مش هقولك الموضوع وتروحي تكلمي عشرة. قول ايه الموضوع وما تقلقش، انا حبايبي هيكونوا واحد.